الأصدقاء الأعزاء، صديقات العزيزات في كل مكان، مرحبا. استكمالا للفيديو السابق، للحديث السابق عن مؤتمر المسار الديمقراطي الذي عقد في بروكسل في 25-26 أكتوبر 2024، مؤتمر القسدي القنديلي على الأراضي الأوروبية. عطفا على الحديث السابق حول هذا المؤتمر، يأتي هذا الكلام أيضا ببعض الإضافات الأخرى من شأنه استكمال الحديث حول ما جرى وإحاطة الرأي العام الكردي والسوري وحتى العربي ببعض التفاصيل التي تؤكد ما قلته، ما ذكرته سابقا في الكثير من الجزئيات والحيثيات. لكن أتمنى من الـ أو آمل، مش أتمنى، ألا يحملني الأكراد إذا تم تجيير هذا الكلام أو هذه الانتقادات على ألسنة بعض المعارضين السوريين، اللي هؤلاء الذين لديهم ثأر تاريخي من الأكراد ومن الوجود الكردي ومن المطالب الكردية ومن القضية الكردية ومن الحقيقة التاريخية الكردية في سوريا. يعني المشكل بالنسبة لديهم المرض العويص المزمن في عقولهم وفي أرواحهم تجاه الكرد يتجاوز حزب العمال الكردستاني. فإذا أتى معارض من هون أو معارضة من هنيك واتخذوا من هذا الكلام كسند ضد قسد وحزب العمال الكردستاني، نعم. أما أن يصار إلى استخدام هذا الكلام كسند ضد الكرد، فهذا يعني مرفوض جملة وتفصيلا. هذا الكلام الذي أنشره في مقالاتي على صفحاتي، حساباتي على السوشيال ميديا وفي قناتي على اليوتيوب، هو برسم المشاع. يعني أنا لست مسؤولا عن توظيف وتجيير هذا يعني ما أقوله، لست مسؤولا عن تجييره وتوظيفه واستثماره من قبل الآخرين. هذه المسألة ينبغي أن تكون واضحة. يعني ممكن للنظام السوري أيضا أن يستفاد، ممكن للنظام التركي أن يستفاد. أنا لا يمكن أن أكتم رأيي كي أحول دون هذه الاستثمارات المشينة ضد الكرد. بعض الكرد دائما يعني يقولون أنه أنظر المعارض الفلاني استفاد منك أو استثمر كلامك أو استغل كلامك. طبعا في الفترة الأخيرة أخص بالذكر كمال اللبواني، يعني وسيكون لي وقفة مع ما تفضل به الأستاذ كمال اللواني وموقفه المعيب والمخزي والمتهافت حيال الوجود الكردي في سوريا وما يترتب على هذا الوجود من استحقاقات وطنية وديمقراطية، في معزل عن الخصومات أو الفجور في الخصومة أو الفجور في العداء حيال الكرد واتخاذ من حزب العمال الكردستاني أو قسد ومسد دريئة ومنصة للهجوم على الكرد. وبالتالي اللبواني وغير اللبواني هم يقصفون أنفسهم. يعني ويعني هذا الـ يعني الرد على كمال اللبواني ليس مقامه هنا. يعني سيكون لي وقفة أخرى، آخذ بيد كمال اللبواني وأدله يعني
على ما يفند قوله وكلامه، ويظهر مستويات التهافت والهشاشة في المنطق المحاجج، ويعني مش بس لديه، لدى أشخاص آخرين أيضا. المهم نطوي هذه الصفحة. مقصدي أنه أنا لا يمكن أن أكتم رأيي وفكرتي خشية أن يستثمرها الأتراك أو العرب، أو أن يستثمرها النظام السوري أو النظام التركي أو من يسير في ركبهما، أو أن تستثمرها المعارضة السورية. هذا رأيي، ينبغي علي قوله والإدلاء به. من بإمكانه أن يشير إلى نسبة الخطأ في هذا الرأي بالدليل، أهلا وسهلا. إنما يعني هكذا مقولات، أنه الكلام الذي تستهدف به جهة كردية بالنقد أو كذا، يستفيد منه الآخر، يستفيد من يستفيد. هذه الجهة الكردية ينبغي أن تتوقف عن هذه المهازل، لكي نتوقف عن النقد. هذا باختصار وددت قوله قبل الخوض في التفاصيل الجديدة التي أود إضافتها إلى الفيديو السابق. فيما يتعلق بمسألة ارتباط قسدة قوات سوريا الديمقراطية ومسد واجهة السياسية لهذه القوات، رغم أنه الاثنين هيك متداخلين، يعني مسد وقسد في هالخصوص، يعني ما عاد يمكن الحديث في هذا الخصوص. العلاقة بين حزب العمال الكردستاني وقسد، حتى الذين حضروا المؤتمر، وأعتقد آرام الدوماني أثار هذا الموضوع وطالب بشكل يعني واضح ومباشر بفك الارتباط، طبعا لقي صمتا يعني من إلهام أحمد وحسن محمد علي زهاد كوباني، ويعني هجوما من زوزان علوش، ويعني صارت وشوشات في القاعة بين المؤتمرين، لئلا نقول المتآمرين، يعني المؤتمرين، حدثت وشوشات في هذا الخصوص، كيف يجرؤ، كيف كذا. هذا من حق كل الموجودين أنه أن يطالب بفك الارتباط. إذا أحد هؤلاء المدعوين والمشاركين واللي دخل في الانتخابات واللي أخذ على أصوات، حصل على أصوات، قال أفصح عن وجهة نظره يعني. والمسار الديمقراطي من هون بيبين، لو هاي زوزان علوش عندها زر الديمقراطية بتخلي الزلمة يحكي، ما تهاجم عليه، ما تزايد عليه، وتحكي في العواطف ونحن شهداء وفي شهداء ومن هذا الكلام. زوزان علوش بعد ذلك الهجوم حصلت على أعلى نسبة أصوات، حتى أكثر من إلهام أحمد، علما أنه السلوك الديمقراطي يقتضي محاسبة هذه السيدة الفاضلة بالوسائل الديمقراطية على سلوكها الغير ديمقراطي في تعاملها مع ملاحظة أو مقترح تقدم به أحد الموجودين أو المشاركين في هذا المؤتمر. هون الفضيحة، أنه أنت عم تحكي عن مسار ديمقراطي وتهاجم بطريقة غير ديمقراطية وتعسفية حق أحد المشاركين اللي أراد بشكل ديمقراطي أن يطرح هذه الفكرة
على المؤتمر وبشكل واضح وشفاف وصريح ومباشر. فمسألة التشكيك في علاقة حزب العمال الكردستاني، هذا المؤتمر وثقها مش بددها يعني. فهذا المؤتمر ارتد عكسا على مساعي قسد أو مساعي حزب العمال الكردستاني لإيهام الناس، لتضليل الناس أنه هنالك حالة من الاستقلالية وحالة من عدم الارتباط التنظيمي بين الطرفين، لكن هذه المحاولة فشلت يعني. أتى المؤتمر ليؤكد على هذا الموضوع، وسأقول وهذا الكلام موثق يعني ومن مصادر شديدة الثقة. إدارة حزب العمال الكردستاني، منظمة حزب العمال الكردستاني في أوروبا، المسؤولة عن زهات كوباني وإلهام أحمد وكل تفاصيل قسد ومسد وبيد الموجودين اللي بيتحركوا في أوروبا، هن مسؤولين من قبل مظلة حزب العمال، منظمة حزب العمال الكردستاني. فإدارة حزب العمال الكردستاني في أوروبا وإدارة وقيادة حزب العمال الكردستاني في جبال قنديل كانت تشاهد هذا المؤتمر وتفاصيل المناقشات عن طريق الزوم، تطبيق الزوم. وبالتالي طبعا أنا آمل أن لا يجبرني زهاد كوباني أو إلهام أحمد على إبراز الدليل، لأنه راح يعني يحط نفسه في مواقف بايخة يعني. فأنا أعني ما أقوله يعني. إذن حزب العمال الكردستاني كان يراقب زهات وتحركات زهات وإلهام وتحركات إلهام وكل تفاصيل المؤتمر، عدا عن الموفدين السريين لحزب العمال الكردستاني إلى هذا المؤتمر. وبالتالي يعني معيب هذا السلوك، معيب يعني. حزب العمال الكردستاني لا يخجل أن يتدخل في غرف نوم الناس ويتدخل في بيوتهم، لكن يعني المعيب والخزي لمن يسمح لحزب العمال الكردستاني أن يدخل إلى غرفة نومه وإلى منزله وإلى عشيرته وإلى حزبه وإلى مؤسسته وإلى مؤتمره. هذا هو المعيب المخزي، إنه أن تسمح لهذا الحزب بطريقة أو بأخرى التسرب إلى حياتك يعني، يعني ويسممها. هذا السلوك يعني هذا تجسس. شو علاقة حزب العمال الكردستاني أن يشارك أو يشاهد أو يراقب تفاصيل ومجريات هذا المؤتمر عن طريق الزوم؟ هذه فضيحة، فضيحة مش بس لقسد ومسد، هاي فضيحة لموفق نيرابية، هاي فضيحة لكل من شارك في هذا المؤتمر، أنه أنتوا الكل الموجودين يكونوا تحت الكنترول، تحت مراقبة حزب العمال الكردستاني. هذا أولا يعني. واضح يعني في جزء كبير من الموجودين في هذا المؤتمر بيعرفوا الحقيقة، بيعرفوا حقيقة علاقة حزب العمال الكردستاني واستحالة فصل قسد من حزب العمال الكردستاني. لكن ينبغي يعني أو بيشوفوا حاله مضطرين ومجبرين على الاستثمار في هذه البيئة، الاستثمار السياسي، الاستثمار المدني، قضايا التمويل، قضايا الدعم، مثل ما يعني كثيرين، مثل هذا عهد الهندي، حاول مع جبهة النصرة، حاول مع الائتلاف، حاول ما خلا جهة وما حاول معه، بعدين إجا على قسد.
موفق نيرابي كان مع الائتلاف مع اللقاء الديمقراطي في برلين، ممكن بكرة يصير مع أي تكوين تاني. يعني في بعض الوجوه من الجماعات النسوية، من الجماعات السياسية، بعض الوجوه ممكن أن نشوفها في كل المؤتمرات. أخوان موجودين، يساريين موجودين، علمانيين موجودين، قوميين موجودين، ديمقراطيين موجودين، ليبراليين، خضر، بيئة، يعني في كل عرس لون عرس. هذا كمان يعني ينعكس سلبا على اللباقة والكياسة السياسية والثقافية والأخلاقية. يعني ما بصير، لكن الواضح إنه يعني الكل بيضحك على الكل. يا قسد ومسد بتجيب هدول وتحشرهم في مكان، ويعني وتحاصرهم بأغلبيته، يعني خلف داود من هون وما بعرف من مين من هون، وحبيب إبراهيم من هون، وتفاصيل أخرى اللي بيمشي في ركب حزب العمال الكردستاني، أو اللي بيمشي على رصيف حزب العمال الكردستاني، واللي له علاقة باللي بيمشي على رصيف حزب العمال الكردستاني، وهكذا عملية تحشيد متعددة المستويات، وبيصير بينعقد هذا المؤتمر. طبعا هو ما راح يطلع منه شيء، وهذا الكلام الذي أقوله هو للتوثيق، يعني مش القضية المهمة، لكن هذه التفاصيل لا ينبغي إهمالها من قبلي. هذه المعلومة التي تصلني لا يمكنني احتكارها لمجرد أنه والله قصد محسوبة على الأكراد أو كذا، فأنا بحكم أنه أنا كردي لازم أتعصب لكرديتي، ويعني أغض الطرف عن القبائح، ويعني وقبائح هذه السلوكيات السياسية المشينة. في وهم وخرافة عند بعض المعارضين السوريين أنه التقرب والتواصل مع قسد يبعد قسد عن حزب العمال الكردستاني. لا حبيبي، أنت غلطان وغلطان كثير إذا بتفكر بهذا السلوك. هذا السلوك بإمكانك، يعني نفس هذا المنطق، أنه التقرب من الجولاني والتعامل مع الجولاني يبعد عن القاعدة، التقرب من النظام السوري بيبعد عن إيران وعن روسيا. هذا منطق متهافت هزيل وتافه، ولا يستند على أرضية علمية وعلى أرضية معرفية ملمة بماهية حزب العمال الكردستاني وماهية قسد، وعلى أكثر من مستوى. يعني هذا في إذا فيه هيك مسعى عند بعض، وأنا أحيانا كان يتبادر إلى ذهني هكذا مقولات من بعض الأصدقاء العرب، أنه معلش نتواصل معهم لربما ننجح في إبعادهم عن حزب العمال الكردستاني ونجعلهم أكثر سورية وأكثر وطنية. لا عيني، لا، كان غيرك أشطر. ما فشلت أمريكا حاولت فصل قسد عن حزب العمال الكردستاني وفشلت. أقول ذلك يعني عن قناعة. فأنت مش أقوى من أمريكا لحتى تنجح في هذا المسعى، يا أستاذ موفق نيرابية، يا أستاذ بدر منصور، يا الأفاضل الأجلاء المحترمين اللي حضروا هذا المؤتمر. يعني غير محترم، هو مؤتمر غير محترم طالما خاضع لرقابة حزب العمال الكردستاني بشكل غير مباشر، ومؤتمر غير محترم طالما يصار إلى التهجم على مقترح قدمه شخص ما، والكل ساكتين، والكل ما بيردوا على زوزان علوش، سلوكها غير ديمقراطي مع الدوماني، آرام الدوماني، أو أي شخص يعني قدم مقترح فك الارتباط
قطع العلاقة مع حزب العمال الكردستاني، علاقة قسد بحزب العمال الكردستاني، طالما الكل صامتين بيتفرجوا ما طلع منهم موقف شاجب أو مندد، طالما زوزان علوش بهذا الموقف اللا ديمقراطي بتجيب أعلى الأصوات، فمعناها ذلك شو؟ هل يمكن أن نحترم مؤتمرا للمسار الديمقراطي يصوت لسيد أو لرجل مارس سلوكا غير ديمقراطيا في المؤتمر، يصوت وبيجيب أعلى النسب؟ هيك مؤتمر شو بنسميه يعني؟ فهو هاي الخرافة والوهم أنه نتعامل مع هذا يعني أمر الواقع، يعني على أمل أنه نخلق حالة وطنية وكذا. لا، أنا ما بقول قطيعة، لكن يكون في تواصل، تواصل مرفق بضغط. أنت يا موفق نيرابية أو أيا يكن، يعني يا حبيب إبراهيم، يا قمان حسين، يا كل الذين، يا شورش درويش، أنت شو عندك ورقات أوراق ضغط لتجعل من قصد حالة وطنية كردية سورية أصيلة؟ شو في عندك تمارسه من ضغط حتى يعني نحقق هذا الهدف النبيل؟ يعني مش مشكلة كرمال عين تكرم مرج عيون، مش مشكلة نعمل تضحيات وكذا. انت شو في عندك يعني وسائل اقناع؟ مش اني مقتنعين انه في طريق خاطئ، بس انت فيك هذا الهدف، ان التواصل مع هؤلاء يعزز من الحالة الكردية أو من الحالة السورية لديهم ويبعدهم عن حزب العمال الكردستاني. هذا كلام نظري، كلام نظري وكتير عاطفي، ويعني ويعني مهزوز على الصعيد المنطقي، مهزوز هيك. في هيك شيء يعني، في خرافة من هذا من نوع. يعني في جزئية أخرى، أنه البعض من المعارضين العرب أو الأكراد بيعرفوا كل هالتفاصيل، لكن بيدخلوا في التواصل والشراكات السياسية مع قسد ومسهد. ليش؟ لأنه قسد لها علاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية. هلا هي خرافة أكذوبة إسرائيل. طبعا هذا المؤتمر تعرض لهجوم، وهجوم أحيانا مضحك وهزلي، مثل اللي سواه شو اسمه اللبواني وغير اللبواني، يعني اللي على ضفة النظام السوري هاجموا وطالعوا أسطوانة إسرائيل والدعم الإسرائيلي. ونفس الشيء اللبواني بوصفه معارضا كرر هذه الأسطوانة، ويعني بشكل يعني كمان خليط من العنصرية والفاشية. وسأرد عليه يعني في مقام آخر. اللي بيحاولوا يساووا بزنس سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي أو ثقافي مع هذه البيئة، قسد ومسد وحزب العمال الكردستاني، يعني كل اللي بيهمون في هالمسار هذا هو الوصول إلى الأمريكيين من بوابة قسد، من قنوات قسد، إنه على أساس إنه والله إلهام أحمد مثل كونداليزا رايز أو هيلاري كلينتون أو المرشحة للانتخابات الأمريكية الحالية، يعني منافسة ترامب، هاريس أو كامالا هاريس. ففي هيك وهم إنه الطريق المعبد والأقصر لوصول إلى مؤسسات القرار الأمريكي، إلى البنتاغون، إلى الوزارة الخارجية، هي قسد. طبعا هذا كمان
وهم وخرافة. يعني أنه خلينا نوصل للأمريكيين ونعمل شوية علاقات وشوية تعارف وشوية بيزنس وكذا، وبعدين يعني ونستثمر قصد في هذا الخصوص، وبعدين يعني نطيح به قصد ونهمش. هذا كمان يعني خيال كتير بطولي وأسطوري وفوضوي وما بيزبط. إذا في هيك يعني في بعض منهم بيتواصلوا مع قصد ضمناً بيحكوا لك يعني أو بيحكوا لك عن الحالة الوطنية والضرورة وكذا، وقنوات الحوار والمسائل. قنوات الحوار تكون مفتوحة، التواصل يكون مفتوح، بس الدخول في شراكات بتطفي الشرعية على شيء غير شرعي. يعني العلاقة بين قسد وحزب العمال الكردستاني شيء غير شرعي. فما في البعض يجي بيقول لك ايه طيب يعني النظام السوري مش شرعي، والمعارضة كمان مش شرعية، وما في شيء شرعي في سوريا، وكله فوضى بفوضى. طيب هلا محاولة تأسيس الشرعية الوطنية الديمقراطية لا تتم بهذا السلوك. يعني الاعتباطي كل ما واحد بيحكي عن الفساد ايه العالم كله فاسد، بيحكي على الارهاب ايه الارهاب مليان العالم، بيحكي عن الجريمة إيه الجريمة مش محصورة، بيحكي عن العلاقة مع الأجسام السياسية الخارجية ايه المعارضة السياسية كمان. هذا يعني هروب إلى الأمام، وهروب بشع وسخيف. مثل ما لما أنا بنتقد حزب العمال الكردستاني بيجي لي واحد بيقول لي إيه وماذا عن عفرين؟ ولماذا لا تنتقد انتهاكات شيعة عفرين؟ تتكتم وتصمت عليها. يا حبيبي هذا ليس مقام انتقادات الانتهاكات في عفرين، افهمها. وأنا أنتقد الاحتلال التركي في عفرين، وانتقدت وانتقد وسأبقى انتقد. يعني انا لست مسؤول عن جهلك انتقاداتي. فكل واحد يجي بيطرح لي احيانا هيك مثلا، مقصدي انه خرافة انه اقصر الطرق الى قرب قلب البيت الابيض والبنتاغون او والخارجية الامريكية هو قصد، لا هذا وهم، هذا وهم، ويعني ما بتزبط. قسد اللي بيستثمرك مش انت اللي بتستثمر قسد. بيقول قسد بتقول للامريكيين شوفوا يعني نحن مشروعنا نجح في اقناع اطراف من الاخوان واطراف علمانية واطراف يسارية واطراف كذا، نجح في اقناعهم، وها نحن شكلنا الدكان الخاصه تبعيتنا، السوبر ماركت الخاص تبعنا واسمه المسار الديمقراطي او منصه بروكسل او اي شيء. يعني انتم احرار في اطلاق التسميه. في نقطه كمان نمي الي، إنه جزء مهم من الذين حضروا لم يطلعوا على وثائق الأولية المبدئية للمؤتمر. أجوا هيك يعني دعوات في هالمؤتمر كذا وما كانوا مطلعين. لهيك لما أثناء مناقشة هذه الوثائق وما كانوا محضرين حالهم يعني في هذا الخصوص. الغريب انه محمد علي او زهاد كوباني، هذا زهاد هلا بده ياخذ كمال اللبواني ويعني ويستثمر هذا الفيديو كمان، مش مشكلة يستثمر، بس يذكر ويكون امين في يعني من الامانة السياسية والثقافية والصحفية وصناع المحتوى إذا بيعتبر حاله صناعي، إنه يذكر المصادر تبعيته. فمش مشكلة يعني هذا موقف تاني.
أو مقام آخر له كلام آخر. زهاد كوباني طلع مزعوج من المؤتمر قبل انتهاء المؤتمر، يعني قبل الـ عمليات التصويت وكذا، بعد عمليات التصويت. ليش طلع؟ لأنه جاب نسبة أصوات أقل من إلهام ومن زوزان ومن علي رحمون ومن ناس آخرين، شعر هيك بالغبن. ما عاد أتذكر ترتيب زهاد كوباني حسن محمد علي شو كان، يعني أنا سجلته على فكرة، بس يعني جايب أصوات أقل بكتير من زوزان علوش وإلهام أحمد، ويمكن ترتيبه كان السادس أو السابع أو الثامن، يعني في هالحدود الحدود، أقل أو أكثر مش مشكلة. المهم الزلمة انزعج. ليش انزعج هذا الديمقراطي، هذا اللي لازم يحترم من يعني التصويت والآليات الديمقراطية والشفافية اللي يعني أفرزت هذه النتائج؟ ليش زعل؟ زعل إنه سيكون محرجا أمام إدارة حزب العمال الكردستاني لما بيشوفوا إنه هبال زباط جاب نسبة أقل بكتير من إلهام ومن ناس آخرين. فطلع وفي بهو الفندق أو كذا، صار يحكي هيك بنرفزة مع شخص ويقول له أنا شو بدي أقول للإدارة، بيقصد الإدارة، إدارة حزب العمال الكردستاني في أوروبا. أنا شو بدي أقول له، إن أنا جبت نسبة أصوات قليلة، لأنه أصلا زهاد كوباني أحيل للتحقيق وللإهانة في سوريا من قبل مخابرات حزب العمال الكردستاني، وعليه عدة إشارات. فهون كمان في الانتخابات بيجيب نسبة أصوات يعني قليلة أو متدنية قياسا بناس آخرين، فهي يعني خلق إحراج لعنده، يعني لديه خلق لديه إحراج أنه بأي وجه سيقابل إدارة حزب العمال الكردستاني وهم يشاهدون التفاصيل والتصويت والأسماء والأرقام وكل المسائل هي، بأي وجه سيقابل هذه الإدارة، وإذا سألوه عن نتائجه المخيبة للآمال يعني. وكان بيعتبر حاله أنه ربما يكون الأعلى يعني أو الأول في الأكثر حظيا بأصوات الانتخابات، طلع من الأوتيل الفندق أو مقر المؤتمر، لحق به اثنين أو ثلاثة أكراد يعني لحتى يعني يشوفوا شو ليش مزعوج البني آدم. لحقوا به يعني ما يعني لم ينجحوا في العثور عليه ومحاولة تهدئته أو تطيب خاطره بكم كلمة حلوة. فأحدهم قال، يعني مما وصلني، أحدهم قال إنه يعني عن زهاد كوباني، يو هذا هرب، كم هو جبان، مفكر حاله بالجبل والأتراك راح يخصفوه. هذا الكلام قيل عن زهاد كوباني من قبل أكراد كانوا معه في المؤتمر. في رأيي يعني، يعني ما قام به آرام الدوماني وطلب فك الارتباط من حزب العمال الكردستاني وهجوم زوزان علوش على هذا المطلب، هذا المقترح، أكرر يعني أنه هذا تأكيد أنه أي شخص يطرح هذا هي الفكرة أو هذا حتى ولو في إطار المقترح سيكون مصيره مصير
الهجوم اللي يتعرض له آرام الدوماني، وآرام أيضا ينبغي أن يكون صاحب شخصية، اتبهدل في مؤتمر المسار الديمقراطي. أقل شيء أنه يكون ديمقراطي مع نفسه ويحترم نفسه ويفك ارتباطه مع هذا المؤتمر اللا ديمقراطي، هذا المؤتمر الذي لم يحترم حقه الديمقراطي في إبداء رأيه في مسألة يعني في تقديري جدية وضرورية وحيوية واستراتيجية، لقصد لكي تثبت هويتها السورية وانتمائها السوري، وبالفعل تكون قوات سوريا الديمقراطية مش قوات سوريا الأوجلانية. ما بتزبط يعني، أو قوات سوريا القنديلية، ما بتزبط. وبالتالي هذا المؤتمر يعني فاشل، فاشل لأنه أغلب تجارب المعارضة فاشلة، ويعني خيبة الأمل من هذا المؤتمر ستضاف إلى خيبات الأمل الكثيرة التي تمرغت فيها المعارضة السورية، وكل هذه الخيبات والخسارات والانكسارات تصب في طاحونة النظام السوري. نحن لم نستطع حتى الآن كسوريين كردا وعربا وسريانا من 2011 وحتى 24 أن نشكل جسما وطنيا يعني لا يتطلع بعين الذل والتسول لمصادر التمويل الأوروبية أو العربية أو الأمريكية. يعني نتنازل كثير من كرامتنا، والناس في 2011 طلعوا في ثورة الحرية والكرامة في مؤتمر بروكسل، مثل كل المؤتمرات اللي صارت يعني المعارضة السورية، فشلنا في تشكيل وعي وطني، فشلنا في تشكيل خطاب وطني جامع خالي من العنصرية، خالي من الموروث البعثي، خالي من الموروث العقائدي الديني، خالي من الموروث الأوجلاني الطوباوي القنفشاري. فشلنا في هذا الخصوص. كيف يعني يمكن لملمة هذا الأمر أو إعادة النظر أو المراجعة؟ أنا ما بعرف، ما عندي هالتصورات أو وصفات المعالجة، أنا ما بعرف. أنا فيني أقول رأيي في هذا الخصوص بشكل مباشر تحليلا ومستندا إلى المعطيات والمعلومات الموجودة لدي. أكرر يعني أنا ما لي علاقة بأي جهة تأتي وتستثمر هذا الكلام أو محتوى هذا الفيديو كسند ضد الأكراد أو ضد القضية الكردية وكذا. أنا سأقول موقفي ورأيي ضد هؤلاء أيضا، لكن لا يمكنني أن أتراجع عن هذه الآراء والمواقف طالما الطرف الآخر لا يقدم بالدليل ما يفند كلامي ووجهة نظري ومواقفي فيما يتعلق بالشأن الكردي أو ما يتعلق بالشأن السوري أو ما يتعلق بالشأن الشرق أوسطي. أكتفي بهذا القدر، وأعتقد وآمل يعني أن لا أعود إلى الحديث عن مؤتمر إلهام أحمد وزهاد كوباني. يعني كافي يعني ما عرضته في يعني الفيديو السابق وهذا الفيديو، أعتقد يكفي وربما يزيد لتشكيل تصور